من اخبارنا طبعا السريعه كمان نجمنا الكبير طبعا محمد النني. محمد النني بيقدم مستويات اكتر من رائعه في خلال الاسابيع اللي فاتت على مستوى البريمير ليج مع الارسنال، وارسنال يمكن بيتراجع عن رحيل النني وبيجدد تعاقده يمكن بعد شهور من طرح اسم محمد النني على قوائم اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي. لكن طبعا اختلفت الصورة خالص في الفترة اللي فاتت مع نجمنا الكبير محمد النني بعد التألق اللي بقول لحضراتكم اللافت للنظر في المباريات اللي فاتت. يمكن محمد النني خلاص أصبح عنصر أساسي في تشكيلة الأرسنال خلال الماتشات الأخيرة، والمدرب طبعا الأسباني أرتيتا طبعا بيدي كل الثقة لمحمد النني. وكمان كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن ان إدارة أرسنال بدأت اوريدي في فتح باب التفاوض مع محمد النني من اجل تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة اللي جاية. طبعا محمد النني خلاص كان عقده هينتهي في شهر يونيو، ومن يمكن اسابيع او اشهر كان محمد النني على قوائم اللعيبة اللي ترحل عن الأرسنال. ولكن بكل امانة محمد النني بيثبت ان اللعيب كبير، انتقادات على مستوى المنتخب كلنا كنا يمكن بننتقد بعض مباريات محمد النني، ولكن يبقى محمد النني نجم كبير جدا، واثبت دوت من خلال مباريات صعبه جدا. يمكن الارسنال خلاص اعتقد ضمن بشكل او باخر يعني تواجده في البطوله الاوروبيه في السنه اللي جايه. محمد النني بيقدم مستويات رائعه، ارتيتا طبعا المدير الفني كمان يعني بيمدح محمد النني بشكل كبير جدا، وكمان محمد النني عنده ثقة، وهو طلع قال في يعني مؤتمرات كتيرة جدا انه يريد البقاء في الأرسنال. محمد النني في طريقه ان شاء الله للتجديد في الأرسنال.